مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتابع معكم هذا البث الحي من قلب ميدان التحرير ومتابعة لعام على انطلاق الثورة 25 من يناير. مشاهدينا، استعاد الشعب المصري ثورته واحتشد الملايين بالأمس في ميادين الحرية في محافظات مصر مطالبين باستكمال الثورة المصرية وإزالة كل العقبات التي تقف دون تحقيق أهداف الثورة. خرج الملايين، لكن تباينت المواقف. فريق يرى أن الثورة قد حققت العديد من أهدافها، وكانت من أبرز هذه الأهداف خروج أول مجلس نيابي عبر انتخابات نزيهة وحرة ودون تزوير. لكن فريق آخر يرى، مشاهدين، أن الثورة لم تحقق أهدافا تذكر حتى هذه اللحظة، وأنها تحتاج إلى ثورة جديدة. ما بين الاحتفال بثورة 25 من يناير وتحقيق بعض المنجزات، وما بين قيام ثورة جديدة، سيكون هذا هو عنوان قضية اليوم مشاهدينا. ويسعدني أن يكون معي في هذا الاستوديو من قلب ميدان التحرير كلا من الأستاذ كريم الشناوي، عضو المكتب السياسي لحزب النور في شمال سيناء. أهلا بك أستاذ كريم معنا. أهلا بحضرتك. وكذلك الشاب محمد محمود سعيد من شباب الثورة. أهلا بك محمد. أهلاً. معنا محمد، أبدأ بك، هل نحن نحتاج لثورة جديدة بالفعل تنطلق من الأمس كما رأينا الملايين التي احتشدت في ميادين الحرية المختلفة، أم أن الأمر يحتاج فقط لاستكمال ثورة بدأت قبل عام من الآن؟ أكيد احنا محتاجين استكمال الثورة. لازم نجيب حق الشهداء، احنا نازلين التحرير عشان الملايين اللي ماتوا والشهداء اللي ماتوا، 3000 شهيد ماتوا، ما فيش ولا شهيد واحد جه حقه. شهداء الزايدة زينب، الضباط اللي قتلوا الشهداء خدوا البراءة، ما فيش أي حاجة استكمال المطالب بتاعتنا. احنا نازلين نستكمل المطالب بتاعتنا، عيش، حرية، وعدالة اجتماعية، عيش. ما فيش، الناس مش لاقية تاكل، البنزين بتاعنا والسولر والغاز بيتصدر بره وبيتهرب لإسرائيل، وهنا الناس بتموت في الطوابير. الحرية، احنا نازلين طالب بالحرية، وطنطاوي بيدي الثوار محاكمات عسكرية وبيسجن في الثوار على مدار عام كامل، بيسجن في الثوار. العدالة الاجتماعية، ما فيش تحقيق عدالة اجتماعية خالص. يعني ما فيش، يعني انت شايف ان احنا في حاجة للاستكمال وليس لانطلاقة ثورة جديدة محمد، حتى رغم كل السلبيات التي ذكرتها، ان الثورة لم تحقق الاهداف التي قامت من اجلها. احنا نازلين نستكمل الثورة، لان ثورة جديدة يعني هتقضي على الثورة الحالية. استكمال الثورة الأساسي، يعني احنا بقالنا عام في استكمال الثورة. الثورة ما حققتش إلا أهداف بسيطة جدا. مبارك بيتحاكم، يعني كلها محاكمة هزلية، وكل الناس عارفة ما تضحكش على نفسها. يعني طنطاوي بيتسطر على جرائم مبارك كلها، مبارك ما بيتحاكمش. يعني هذا رأيك، والحقيقة من الواضح أن محمد أحد شباب الثورة وهو عضو في حركة شباب السادس من إبريل في شمال سيناء، يرى أو ينظر إلى الكوب الفارغ أو نصف الكوب الفارغ، ويرى أن الثورة لم تحقق الكثير من أهدافها حتى هذه اللحظة، الأهداف التي قامت من أجلها والشعار الشهير عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لكن أنتقل لكريم الشناوي وهو عضو في المكتب السياسي لحزب النور شمال سيناء، ما رأيك في الكلام الذي قاله محمد؟ متشائم بعض الشيء، ويرى أن الكثير من أهداف الثورة لم تحقق هذه اللحظة ويجب استكمال الثورة. خلينا نكون واقعيين. إذا قلنا أن حاجة اتحققت من أهداف الثورة فهي البرلمان. دي طبعا خطوة كبيرة جدا، بس ما ينفعش أن أنا بعد سنة ثورة أتكلم في برلمان بس، وأتكلم أن أنا لغاية دلوقتي مش متأكد. يعني مع احترامنا للناس اللي قالت أن انتخابات الرئاسة في شهر 6، أنا في عندي إشكالية كبيرة جدا. احنا دلوقتي عملنا برلمان وعملنا مجلس شعب، وبعديه شورى هتبتدي يوم الأحد. الشهرين دول اللي من بعد الشورى لغاية الرئاسة، ايه الحكمه ان يفضل فيهم المجلس العسكري؟ يعني المجلس العسكري للحقيقه هو ما فيش شهرين، لان الامر سيفتح باب يعني الترشح لانتخابات الرئاسه، وذلك له وقت، وسيكون هناك ايضا وقت لمساله الدعايه الانتخابيه للمرشحين. ما المانع وبالتالي يفتح الان باب الترشح للرئاسه؟ نعم. ما المانع قبل انتخابات الشورى يفتح باب الترشح للرئاسه، وفتره شهر يكون عندنا في شهر ابريل رئيس منتخب. احنا يعني انا مش عايز اكون متشائم، لكن انا بقول ان احنا البرلمان اقصى طموحاتنا من المجلس العسكري.
احنا ما عندناش اي ثقه ان المجلس العسكري ممكن يحقق لنا اي حاجه من متطلبات الثوره. ليه يا كريم؟ ليه الثقه دي مفتقده من بعض شباب الثوره على الرغم من ان المجلس العسكري يعني الحقيقه مرارا وتكرارا يتحدث على انه سيسلم السلطه، قام باجراء انتخابات لم تشهدها مصر من قبل كما راى بعض المراقبين. خلينا نتفق ان انا لما بحكم على حد ما بحكمش بكلامه، انا بحكم بالمواقف. المواقف علمتنا منذ انطلاق الثوره حتى الان ان احنا ما بناخدش اي حاجه غير بمظاهرات، غير باعتصامات، غير بدماء. لو هنفتكر ونراجع كويس، المحاكمات بتاعت مبارك ما جاتش غير باعتصام 8 يوليو، المحاكمات العلنيه، وبعد كده ما بقتش علنيه تاني وبنسمع مسرحيات. احنا مش عايزين نشغل دماغنا بكل ده، احنا بنقول يا مجلس يا عسكري عندك فرصه اخيره ان انت تظهر حسن النوايا. ايه حسن النوايا؟ افتح باب الترشح للرئاسه وسلم لسلطه مدنيه. غير كده يبقى في حاجه بتدور في الشهرين دول. وبمناسبة ده برضو يعني خلينا نتكلم بصراحة ان الكلام بدأ يبقى دلوقتي فوق الترابيزة مش تحت عن خروج آمن، وكلام غريب جدا احنا لا نقبله، ما ينفعش الخروج الآمن ده. لكن الحقيقة حتى البعض خرج وقال من يتحدث عن خروج آمن للقوات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو يهين هذا المجلس لأنه لم يأتي من الأفعال ما يستوجب مسألة الخروج الآمن. لو كلام حضرتك ده مظبوط، ليه المجلس العسكري ما نفعش الموضوع ده؟ ليه المجلس العسكري ما استنكرش الحديث عن خروج الآمن؟ يعني المجلس العسكري وكأنه بيحاول يعني بالونات الاختبار اللي تعودنا عليها، ان بالونة اختبار الخروج الامن بتطرح وهيشوف الشعب رده ايه. فاحنا عايزين نقول مش اسمها خروج امن، احنا عايزين نبني دولة قانون، دولة مؤسسات، بدأناها ببرلمان محترم ولازم ننهيها باحترام. ما ينفعش ان اي حد مجلس عسكري غير مجلس عسكري يبقى ليه مزايا في الدستور. نرفض الكلام ده قولا واحدا. اسمح لي محمد، ليه كلامكم مختلف عن يعني قيادات التيارات او الاحزاب السياسيه؟ يعني مثلا الحريه والعداله او حتى النور والتي ينتمي اليه كريم يرون ان الفتره التي حددت من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحه في مساله تسليم السلطه هي فتره جيده وكافيه، ولا يريدون تقديم لهذه الفتره، حتى انهم رفضوا ان تسلم السلطه لرئيس مجلس الشعب والذي هو ايضا من التيار الاسلامي الدكتور الكتتني. ليه الاختلاف والفجوه بينكم كشباب للثوره ممثلين لتيارات ثوريه وبين الاحزاب السياسيه الاخرى؟ بصراحه يعني احنا شباب كشباب الثوره يعني لا نثق في المجلس العسكري. المجلس العسكري اول ما مسك قال ان احنا هنسلم السلطه بعد 6 شهور، طبعا كل الناس استنت ال6 شهور عدت. انا الحقيقه ما بتكلمش عن المجلس العسكري، بتكلم عن الفجوه اللي حصلت ما بينكم وما بين الاحزاب السياسيه. اصل احنا ما عندناش مناصب كالاحزاب اللي هي الاخوان والسلفيين وكده، احنا ما لناش مناصب في مجلس الشعب، احنا عايزين بس حريه وعيش وعداله اجتماعيه. احنا نازلين عشان المطالب دي، احنا مش نازلين علشان نمسك كرسي في المجلس او نمسك اي مرسي. محمد انتوا بتتكلموا في شهرين فرق، يعني مع احترامي انتوا تريدون مثلا ان تكون الانتخابات الرئاسيه في ابريل والمجلس العسكري يتحدث انها ستكون يعني في مايو او يونيو، احنا نتحدث في ايام قليله، هل هذه هي المشكله يعني؟ كل يوم بيعدي المجلس بيعتقل شباب من شباب الثوره، بيقتل شباب من شباب الثوره. احنا بالنسبه لنا الايام اليوم الواحد بيعدي بيتقتل فيه الالاف من الثوار وبيتسجن فيه، كل بيقتحموا. يعني لا نريد ان نعمم الحقيقه، لم يحدث قتل او يعني كلام من هذا القبيل منذ نهايه احداث محيط مجلس الوزراء. يعني احنا مش واثقين في المجلس العسكري، ممكن دلوقتي المجلس العسكري يقتحم الميدان، يعني احنا مش واثقين في المجلس العسكري تماما. طيب دعني اعود لكريم، وانت عضو في حزب النور، من الواضح ان كلامك مختلف شويه عن قيادات حزب النور يا كريم. يعني لا، حزب النور شايف ان الموعد الذي تحدث عنه المجلس العسكري هو موعد مناسب جدا، ولا يريدون حتى تسليم السلطه لقياده مجلس الشعب او رئيس مجلس الشعب. ما رايك في هذا الكلام؟ ما رايك في هذا الاختلاف بينك كشاب وبين قيادات التيار السلفي؟ انا شايف ان ده اختلاف، يعني اختلاف تنوع، اختلاف مفيد جدا للبلد. احنا مؤمنين كشباب من جوانا ان الثوره دي لازم تسير بجناحين، جناح البرلمان اللي هو الشرعيه، شرعيه الصناديق وشرعيه الشعب، والشرعيه الثوريه. انا قلت كلمه كنت لسه على المنصه وقلتها، والكلمه دي انا مصر عليها، ان ما حدش يفتكر ان البرلمان بديل للتحرير. زي ما احنا بنقول ان التحرير عمره ما يكون بديل للبرلمان، فالبرلمان ليس بديل للتحرير. في شرعيه ثوريه، احنا في بلد عملنا ثوره، ما عملناش انتفاضه شعبيه او عملنا حركه اصلاحيه، دي ثوره. فلازم الخطين يضغطوا، المجلس بيضغط ومعاه الشرعيه، واحنا بنضغط ومعانا الشرعيه الثوريه، وفي الاخر الهدفين واحد. انا نزولي النهارده بحمي المجلس، نزولي النهارده بحمي طلبات المجلس. لا انا الاختلاف اللي شايفه انت كشاب في حزب النور. تمام. القيادات لها وجهه نظر، ومؤسسات الحزب في النور لها وجهه نظر مختلفه عن الراي الذي تتحدث عنه. الهدف واحد، لكن ممكن اليه الوصول للهدف تكون مختلفه.
يعني خلينا نتفق ان الهدف واحد، كله عايز تسليم سلطه المدنيين. القيادات كانت ترى يعني ان التصادم في هذا الوقت يخشوا ان هم مثلا يدفعوا بالناس فيحصل تصادم مع المجلس العسكري فيحصل مشكله. القيادات لها وجهه نظر، واحنا كشباب يعني انا نازل بصفتي مستقل مش بصفتي الحزبيه، لينا وجهه نظر ثانيه والايام هي اللي بتحكم. ايه رايك يا كريم في الكلام اللي بيتقال ان التيار الاسلامي يدير صفقه ما مع المجلس العسكري ومن الممكن ان يعطي له ضمانات ما وتطمينات ما حتى بعد تسلمه والله للسلطة؟ انا بنقى هو الكلام ده عشان نبقى واضحين، بيتقال على الحريه والعداله والاخوان المسلمين. انا بنقى على التيار السلفي بشكل اقوى يعني. انا بنقى اصلا باخواني في الاخوان المسلمين والحريه والعداله ان هم يكونوا بيعملوا كده، وبقول ان هم لو بيعملوا كده فدي هتبقى خيانه لشعب مصر. لن والتيار السلفي مصر مش هيغفر لها ايا كان ايا كان اللي هيعمل صفقه زي دي، تيار سلفي نور اي حد. احنا بنتكلم دلوقتي اللي هم بصفتهم الحزب يعتبر الحاكم، فبنتكلم اكتر عن الحريه والعداله اللي معاهم الاغلبيه. لن يغفر له شعب مصر الكلام ده. في دلوقتي دماء وفي حقوق دماء، عايزين محاكمات عادله تكون المتسبب بالكلام ده. احنا لما حكمنا مبارك، لما مبارك بيتحاكم مبارك ما نزلش برشاش وقتل متظاهرين، لكن حصل في عهده قتل متظاهرين. مبارك يتحاكم وهنشوف المحاكمه هتخلص عليه رغم اعتراضنا على البطء واعتراضنا على اجراءات كتيره، ولكن احنا بنقول ان القضاء مضغوط عليه زيه زي كل مؤسسات الدوله مضغوط عليها. فاحنا بنقول الناس اللي اتقتلت في محمد محمود، الناس اللي اتقتلت في رئاسه الوزراء، مين اللي قتلهم؟ الثوار ما قتلوش نفسهم، اكيد في جاني. المجلس دايما يتحدث عن جهه ثالثه وتفاجئ ان ما فيش جهه ثالثه. يتحدث عن تمويل خارجي ل 6 ابريل وتفاجئ ان ما فيش تمويل خارجي ل 6 ابريل. فحضرتك كنت بتقول ليه احنا مش واثقين في المجلس؟ المجلس هو اللي كسر كل جسور الثقه بيننا وبينه. نتمنى ان هو يحاول يعيدها، ان هو يعجل انتخابات الرئاسه. انا عايز ارجع ل 6 ابريل محمد سعيد. محمد، من الواضح ان في جناح في 6 ابريل يريد الاعتصام داخل الميدان حتى تحقيق المطالب، وجناح اخر يعني لم يحسم امره حتى هذه اللحظه. هل انت مع فكره الاعتصام حتى تحقيق المطالب؟ والياتكم ايه إذ لم يعني ينظر المجلس العسكري لهذه المطالب بنظرة جادة؟ احنا قررنا الاعتصام في ميدان التحرير علشان يعني لازم نعتصم، عشان لو اصل لو فضلنا في بيوتنا ومن عن طريق الانترنت وكده المجلس العسكري مش مهتم بينا خالص. يعني المجلس العسكري خلاص يعني البرلمان بالنسبة له هو الشرعية الثورية، الشرعية الثورية في التحرير. احنا نزلنا لما نزلنا 25 يناير. ليه انت مش شايف ليه ان الشرعيه الثوريه جزء منها تحور للبرلمان الان، البرلمان الذي تم اختياره عن طريق اكثر من 27 مليون مصري؟ يعني اكيد جزء منها تحول للبرلمان، بس الثوار ما زالوا طبعا هم ليهم شرعيه ثوريه. انت هتعتصم يا محمد؟ انا هعتصم في ميدان. طيب انت عايز ايه من وراء اعتصامك؟ يعني النهارده انت يعني هتقعد في ميدان التحرير، هل بتفكروا تقفلوا الميدان زي قبل كده ولا لا تعتصموا في الصينيه او في جوانب الميدان فقط؟ انا بتهيألي المجلس العسكري لما يتفرج علينا في التلفزيون وشايفنا معتصمين يقول لك خليهم معتصمين يعني يومين ثلاثه هيزهقوا هيروحوا بيوتهم وكده. احنا لازم نصعد الاعتصام لاكثر مكان. هتصعدوا هتعملوا ايه يا محمد؟ لازم نعتصم حوالين ماسبيرو علشان الاعلام الفاسد اللي هو بيوضح للشعب المصري كله بان احنا نازلين عشان نخرب البلد، خربتوا البلد وافتح البلد. لازم نعتصم حوالين مش الاعتصام في الطرقات وغلق الشوارع ده بيفقدكم يعني جزء من تعاطف بعض اطياف الشعب المصري معاكم؟ احنا نزلنا عملنا كذا عروض علشان نوضح للشعب المصري، عملنا عروض في المحافظات، عسكر كازبون وسلاسل الثوره عشان نوعي الناس. اصل الناس لو شافتنا في التلفزيون حوالين ماسبيرو او حوالين الحاجات دي تقول لك بيخربوا البلد، بوظوا البلد. الناس واثقه في التلفزيون المصري، مع ان التلفزيون المصري واضح جدا من ايام 25 يناير ان هو كان بيسب في الصور وكان بيتهمنا بالعماله وبالاجانب. جميل. انا حسيت اما كلمتك عن فكره فقدان الجزء من اطياف الشعب المصري للتعاطف معاكم ان محمد هز ان كريم هز راسه، واضح ان هو موافق ان فعلا في جزء من الاطياف الشعب المصري رافض فكره الاعتصام وغلق الميادين وغلق الطرق. خلينا نبقى متفقين ان في حاله ملل ثوري حصلت. سبب الحاله دي انا برجعها يعني بقصد او بدون قصد، لو بقصد يبقى المجلس ده ذكي جدا، لو بدون قصد يبقى الظروف خدمته. المجلس العسكري نجح من خلال اطاله الفتره الانتقاليه ان هو يضغط على الناس. الناس دلوقتي خلينا نبقى صراحه وضع البلد اسوء من مكان قبل مبارك. فبعض الناس البسطاء اللي هي ما بتفكرش غير في لقمه عيشها وما بتفكرش غير في الكلام ده تقول ادي اللي خدناه من الثوره. حاله ملل ثوري بسبب بعض الجمع اللي تم الدعوه ليها بدون تنسيق كافي، بعض الافعال اللي احنا كنا رافضينها هنا كمعتصمين زي قفل ميدان التحرير.
أخطأتم يا كريم أو أخطأ بعض شباب الثورة في بعض الممارسات اللي هي أفقدتهم جزء من التعاطف والشعبية؟ لازم نعترف إن إحنا أخطأنا، وده تنوع يا جماعة. يعني إحنا دايما بتكلم عن ميدان التحرير إن ده مصر، لما يقولوا ميدان التحرير في بلطجية مصر فيها بلطجية، لما يقولوا إن ميدان التحرير في ناس بتخطئ مصر فيها ناس بتخطئ، فميدان التحرير هو مصر، فمش عيب إن إحنا نخطئ، لكن العيب إن هذا الخطأ يتصدر. وسائل الإعلام بتنجح تماما في تصدير هذا الخطأ إن هو ده المشهد، وتسيب وراه 99% أو 99 جزء من الحسنات ومن السلوكيات الرائعة جدا في التحرير. نعم. يعني أنت كشاب في حزب النور كريم، يعني هتشارك في الاعتصام والمكوث في الميدان؟ أنا معتصم من امبارح. معتصم من امبارح وستستمر في هذا الاعتصام حتى متى؟ والله بص، خلينا نقول إن لكل مقام مقال. حتى الآن إحنا هنا مطلب واضح إن هو فتح باب انتخابات الرئاسة فورا، وإن يبقى عندنا رئيس منتخب في أقصى حاجة في إبريل، يبقى عندنا رئيس منتخب. كريم، الكلام ده مش واقعي جدا، واقعي لكن مش متماشي مع سياسة حزب النور. يعني حزب النور في ظني رافض الاعتصام في ميدان التحرير والمكوث في ميدان التحرير. هو حزب النور لم يعلن الاعتصام، لكن لو يعني امبارح نادر بكار صرح التصريحات، يعني بتدي رسالة طمأنة لينا كشباب ان مفيش حد هيبقى ليه امتيازات في الدستور الجديد، ان مفيش حد فوق القانون، ان مفيش. لكن زي ما بقول لحضرتك ان خلي السياسيين يشتغلوا سياسه، وخلينا احنا كشباب نشتغل زي ما احنا اتعودنا على الميدان، اتعودنا ان احنا بس انت جزء من حزب موجود يا كريم، ولازم يعني في حاجه اسمها الالتزام الحزبي، يعني تلتزم بما يتفق او تتفق عليه مؤسسات الحزب. فقالوا مفيش اعتصام يبقى يجب ان هو الحزب لم يمنع الاعتصام. يعني الحزب لم يمنع الاعتصام، لكن الحزب لم يدعو الى اعتصام. في فرق كبير. يعني الكلام ده اشكاليه حصلت في جمعه كتير، ان الحزب ممكن ما يدعوش للجمعه لكن لم يمنع الشباب من النزول بصفاتهم. يعني واحنا يعني انا شايف ان احنا كنموذج حزب النور، يعني عايز اقول الديمقراطيه اللي الناس كلها بتتكلم عنها، انا شايف ان احنا عندنا في حزب النور الموضوع ده واخد حقه تماما. احنا كشباب واخدين حقنا جدا، قيادات كلها صغيره في السن. نادر بكر متحدث اعلامي، احنا عندنا في العريش امين الحزب 28 سنة، احنا حاسين ان ده حزب الشباب. اكيد في بعض الممارسات اللي احنا لسه بنطمع ان هي تكون افضل، لان احنا يعني احنا متأكدين ان حزب النور لو مش الدورة دي هيبقى الدورة الجاية هو الحزب الحاكم لمصر. ده واضح من محمد كريم بيعمل دعاية لحزب النور. أيوة. لكن محمد، انت شايف فعلا الكلام اللي بيتقال؟ يعني حصل هجوم على بعض التيارات الإسلامية هنا في الميدان بالأمس، تحديدا الحرية والعدالة جماعة الإخوان المسلمين، اللي هم يعني خدوا جزء من الكعكة، وان هم جايين يحتفلوا مش جايين لاستمرار الثورة، وهم داعمين بشكل أو آخر للمجلس العسكري. ايه رأيك في الكلام ده؟ الإخوان نازلين يحتفلوا، ما عرفش يحتفلوا ايه، يحتفلوا بثورة ما تمت. يعني الثورة احنا نازلين يعني علشان الشهداء، نازلين نجيب حق الشهداء ونطالب بالمحاكمات، المحاكمات الفورية. بس الحقيقة هي وجهة نظرهم ان تحقق انجازات ومنجزات لهذه الثورة من الممكن ان نحتفل بها مع استمرار الثورة. سعد الكتتني قال نحن لن نقف بالثورة في وسط الطريق، يعني لا، الثورة مستمرة. طب ماشي، الثورة تكون مستمرة بس يكون في محاكمات يعني جدية، محاكمات يعني الشهداء. اهم حاجة عندي ام الشهيد اللي قاعدة في البيت وبتقول الولاد دول جايين نازلين يجيبوا حق وحق ابني اللي مات. يعني الاخوان ما عرفش كاتبين على اليافطه بتاعتهم العيد الاول للثوره، عيد ايه؟ يعني انتوا نازلين بتحتفلوا بعيد للثوره وفي شهداء عندنا ميتين يعني المفروض يكون عزاء للثوره واستكمال للثوره. نعم. شكرا محمد سعيد، احد شباب الثوره وعضو في حركه شباب السادس من ابريل في شمال سيناء. كذلك اشكر كريم الشناوي، عضو المكتب السياسي لحزب النور في شمال سيناء. ايضا اشكركما شكرا جزيلا.